فضيلة الشيخ، ورد نقاش بين طلبة العلم من الباكستان حول الصلاة التي يوجد فيها، حول المسجد الذي يوجد فيه قبر ولكن ليس متصلا بالمسجد وإنما في الساحة الخارجية. وأفاد هذا الأخ بأن علماء الباكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها. قد ذكر أحد الأخوة الحاضرين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟ يقول بارك الله فيك، إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز، لأنه مسجد يجب هدمه، هذا المسجد يجب هدمه فلا تجوز الصلاة فيه لوجود هدمه. وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام عن مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم، فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياسا على مسجد إيش؟ الضرار. أما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان المسجد في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه إذا صلى فيه استقبل فيه القبر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة لكم، وإن كان القبر يمينا أو شمالا أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه. وإن كان في الساحة الخارجية خارج المسجد، الحوش هذا من المسجد، الحوش من المسجد، والحكم به كما قلت لك ينظر أيهما الأول. والظاهر إذا كان القبر في الحوش الظاهر من البناء أن المسجد ساق فتكون الصلاة فيه صحيحة. ولكن من صلى في المسجد في القبر أمامه ولو كان أمامه بين المسافة حوش المسجد من أمامه يعيد الصلاة أو يصلي من ذلك؟ لا يصلي أبدا في هذا المسجد ما دام من المسجد في مكان، ما دام القبر في مكان يوسف المسجد، فإنه هو في قبلة فلا يصلي فيه. الضابط في هذا هو الضابط هذا، إذا كان القبر بين يديك فلا تصلي، إذا كان القبر خلف ظهرك أو على يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه فلا تصلي عليه، وإن كان القبر المسجد سابق على القبر فصلي، فصار تصلي في حال ولا تصلي في حالين، لا تصلي إذا كان القبر بين يديك ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقا على القبر وكان والقبر ليس في القبر. لكن ما هناك فعلا إذا كان القبر يطاف حوله أو ما يطاف، هذا لا فرق متساوي بس في الأحوال الثلاثة.